نشرة إخبارية مفصلة من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم. انطلقت صباح اليوم عملية الاقتراع عبر المكاتب المتنقلة الخاصة بالبدو الرحل وسكنة المناطق النائية بولايات جنوب الوطن للإدلاء بإصواتهم في الانتخابات الرئاسية، فيما يواصل أفراد الجالية الوطنية بالخارج الإدلاء بتصويتهم عبر مختلف عواصم العالم. انطلقت إذن عملية الاقتراع عبر المكاتب المتنقلة الخاصة بالبدو الرحل للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. الهيئة الناخبة، المكاتب المتنقلة والولايات المعنية. بالتفصيل فيما يلي. بالتمرس شرع قطنو المناطق النائية والبدو الرحل في عملية الاقتراع عبر المكاتب المتنقلة الخاصة بهم، والتي تضم 29 مكتبا لتمكين أكثر من 2600 ناخب للبدو الرحل من ممارسة حقهم وواجبهم الانتخابي. وبإليزي انطلقت أيضا عملية الاقتراع لرئاسيات 7 سبتمبر الجاري عبر المكاتب التسعة المتنقلة الخاصة بالسكان البدو الرحل، وقد تم توفير كافة الإمكانات المادية والبشرية لضمان حسن سير العملية. للإشارة، العملية تتم بحضور المراقبين وممثلي المترشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية، إلى جانب توفير الطواقم الطبية ووسائل الاتصال وكافة مستلزمات العملية الانتخابية. هذا وتعلن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن الانطلاق في عملية التصويت عبر المكاتب المتنقلة تكون اعتبارا من اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024 عبر 134 مكتب تصويت متنقل ب 51 بلدية موزعة على 16 ولاية. وتذكر السلطة الرأي العام أن عملية التصويت لانتخاب رئيس الجمهورية ليوم 7 سبتمبر الجاري تجري خلال الفترة الممتدة من الأربعاء 4 سبتمبر إلى 7 سبتمبر 2024 من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 7 مساء. وتؤكد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أنه يمنع نشر وبث صبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين قبل 72 ساعة من تاريخ الاقتراع عبر التراب الوطني وخمسة أيام قبل تاريخ الاقتراع بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج. كما تعلم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بضرورة التقيد الصارم بفترة الصمت الانتخابي الذي يكون عقب اختتام الحملة الانتخابية من تاريخ 4 سبتمبر 2024 إلى تاريخ 7 سبتمبر 2024 بعد غلق مكاتب التصويت. هذا ويواصل أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. ففي النيجر توافد الناخبون على مكاتب الاقتراع في أجواء مميزة للإدلاء بأصواتهم والمشاركة بقوة في الاستحقاق الرئاسي، وكلهم روح وطنية وأمل بغد أفضل ووعي كبير بأهمية هذا الاستحقاق.
وبليون الفرنسية إقبال مميز لأفراد الجالية الوطنية المقيمة بالمدينة في صور تبرز تمسكهم الشديد بالوطن الأم، حيث اتسمت العملية الانتخابية بتنظيم محكم وتيسير للإجراءات. أولا، من واجب المواطن أن يتقدم لأداء واجبه الانتخابي، وأعتقد أنه أمر جيد جدا لمستقبل بلادنا، وأعتقد أيضا أنه من مسؤولية الشباب التحرك والحضور للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات الرئاسية. الجزائر هي بلدنا، ومهم جدا أن نكون حاضرين وأن نصوت. نحن نعيش خارج الوطن، ولكن نحمل دائما الجزائر في قلوبنا، لذلك حضرت لأداء واجبي تجاه بلدي الجزائر. التصويت واجب أقوم به دائما، وأنا أصوت حبا لبلدي. أنا جزائري، سأظل جزائريا دائما. وعلى غرار ليون، كافة الإمكانات اللوجستية والوسائل التقنية وفرت في مختلف المدن الفرنسية لإنجاح العملية. المزيد مع محمد قطوش. بمدينة مارسيليا بفرنسا، توافد عدد كبير لأبناء جاليتنا على مكاتب التصويت لاختيار رئيس للجمهورية، ما يعكس مدى الحرص والوعي بأهمية المشاركة للحفاظ على استقرار الوطن والإسهام ككل مرة في مسيرة البناء. أنتخب لأول مرة، وهذا يسعدني كثيرا. نحن هنا مجندون من أجل الجزائر، سنختار رئيسا لبلدنا. كافة الإمكانات اللوجستية والوسائل التقنية وفرت بمقاطعة بونتواز الفرنسية لإنجاح العملية الانتخابية التي شهدت إقبالا لافتا لأبناء الجالية، حيث هيأت القنصلية الجزائرية ببونتواز كل الظروف لإنجاح سير العملية الانتخابية، حيث سخرت 15 مكتب تصويت موزعين على 4 مراكز. أرسلنا 30,000 رسالة نصية عبر الهواتف النقالة من أجل إشراك جاليتنا في العملية الانتخابية. تواجد معنا مختصين في الإعلام الآلي ومختصين في الشؤون الإدارية والقانونية، مهامهم متابعة يوميا ظروف افتتاح مكاتب ومراكز الانتخاب. والمشهد نفسه بمدينة ليل الفرنسية، حيث توافد أبناء الجالية الجزائرية على مكاتب التصويت لأداء واجبهم الانتخابي، وكلهم قناعة بأهمية هذا الموعد للمضي قدما في مسار تحقيق الإنجازات والمكاسب. نحن هنا لنؤدي واجبنا الوطني، وهذا أقل شيء نفعله من أجل الجزائر ومن أجل مستقبل أفضل لأولادنا وأحفادنا. في صالح بلادنا، وإن شاء الله بلادنا نقبلوا إن شاء الله تطور وتكون الجميع في أحسن ما يرام. مدينة سينون بالدائرة القنصلية ببوردو الفرنسية تعيش أيضا على وقع الأجواء داتها، حيث توافد أبناء الجالية تبعا للإدلاء بأصواتهم في ظروف تنظيمية محكمة وأجواء مميزة. لقد انتخبت منذ قليل، وبالنسبة لي هو شيء مهم جدا كمواطن جزائري. كل الشعب الجزائري يضع ثقته في الرجل المناسب في المكان المناسب. ووسط ظروف تنظيمية محكمة، عرفت مكاتب الاقتراع في عديد الدول الأوروبية وكندا توافدا كبيرا لأبناء جاليتنا الوطنية في هذا الموعد الانتخابي. ورق عن هذه الأجواء المميزة مع فريد بوشار. بلجيكا التي تحصي 8 مكاتب اقتراع تستقبل الناخبين من أفراد الجالية الوطنية لأداء الحق والواجب الوطني. القنصلية العامة للجزائر ببروكسل تؤثر العملية بالتنسيق مع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وسط ظروف تنظيمية محكمة وتوافد هام لأبناء الجالية الوطنية. كل شيء يسير على ما يرام. أدعو كل الجزائريين لأداء واجبهم الانتخابي لأنه فعل ديمقراطي. من جهتها الجالية الوطنية المقيمة بمدينة هامبورغ الألمانية أثبتت الحرص على أداء الواجب الوطني وكاد الوعي بأهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية لمواجهة تحديات الراهن الدولي سريع المتغيرات. صلي الشرف وين شاركت الانتخابات تاع الجزائر، مرقانا بعاد على الجزائر، وين عاونونا ان نديروا الانتخابات بكل سهوله وبكل يعني راحه وكل احتياجات، وين اي انسان بكل سهوله يجي فوطي على بلاد.
الأجواء لا تختلف بالعاصمة الإيطالية روما عنها بالعاصمة البريطانية لندن، حيث يواصل أفراد الجالية الوطنية الإدلاء بأصواتهم في المكاتب المخصصة على مستوى القنصلية العامة لانتخاب رئيس الجمهورية. إقبال كبير لأبناء الجالية، ونحن بصدد التحضير لفتح المكاتب الأخرى على مستوى مدن مانشستر، غلاسكو، بيرمنغام، بالفاست وكارديف. كما نبلغ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بظروف الاقتراع ونسبة المشاركة بصفة آنية عبر المنصة المخصصة لذلك. ولأن الوطنية لا تحدها حدود جغرافية، كانت الجالية الوطنية المقيمة بأوتاوا بكندا في الموعد الانتخابي، حيث كانت توافد على صناديق الاقتراع وكلهم روح وطنية وأمل بغد أفضل. أوتاوا كندا تغطي كل من المقاطعات الكندية، تورونتو، ألبرتا وكولومبيا البريطانية، والإدارة أوجدت كل الوسائل المتاحة لإنجاح عملية الانتخاب، كما أحدثت هذه المرة عدة مكاتب جديدة لتقريب أماكن الاقتراع من مواطنينا في كندا. وبكل من تونس وليبيا ومصر وقطر والإمارات يواصل أفراد الجالية الوطنية التوافد تباعا على مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الرئاسي. محمد قطوش. يواصل أفراد الجالية الوطنية بالدول العربية توافدهم تباعا على مكاتب الاقتراع، ففي الجارة الشقيقة تونس فقد سادتها أجواء مميزة والمشاركة بقوة في الاستحقاق الرئاسي، وكلهم روح وطنية وأمل بغد أفضل. انتخبوا إن شاء الله الرئيس، إن شاء الله يصلح البلاد، إن شاء الله الجزائر تطلع وتولي خير حتى من قبل، وإن شاء الله يعطينا ربي الخير على وجهه، وإن شاء الله مبروك سعيد. الأجواء العامة أجواء رائعة، الأجواء فيها تجاوب كبير من طرف الجالية، والحمد لله تجاوبت الجالية مع نداءاتنا الملحة التحسيسية، ونتوقع أن يكون نتيجة طيبة في مستوى هذه الجالية وفي مستوى الوطن وفي مستوى الحدث. ولم تختلف الأجواء بليبيا الجارة أيضا، حيث توافد أفراد الجالية الوطنية إلى مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم والإسهام في استقرار الوطن وأمنه وسلامته. العملية الانتخابية على مستوى القنصلية العامة للجزائر بطرابلس التي انطلقت يوم 2 سبتمبر تسير في ظروف جد حسنة، وستتواصل إلى غاية 7 سبتمبر. وتجدر الإشارة أن هذه العملية الانتخابية هي الأولى من نوعها بطرابلس منذ حوالي 10 سنوات. وضع الراهن اللي رانا فيه يطلب منا جميع الجزائريين مقيمين داخل الوطن وخارج الوطن باش نؤدوا الواجب الانتخابي إن شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله يعني من كل مواطن جزائري مقيم في ليبيا يجي هنا بالقوة إن شاء الله. أما عن جاليتنا المقيمة بمصر وقطر والإمارات فقد سجلت توافدا قويا يعبر عن ارتباطها بالوطن الأم من أجل مواصلة دلب المكاسب والإنجازات، وكلهم وعي كبير بأهمية هذا الاستحقاق. جيت اليوم نأدي واجبي الوطني، جيت ننتخب ككل مواطن جزائري سواء داخل الوطن أو خارج الوطن. طبعا في المواقف الكبرى لازم الجزائر تجد أولادها وبناتها موحدين على كلمة واحدة. السفارة قد اتخذت كل الإجراءات والتدابير اللازمة قصد تمكين المواطنين والمواطنات الجزائريين والجزائريات المقيمين والمقيمات هنا بالقاهرة الإدلاء بالتصويت في ظروف حسنة. احنا لازم علينا نؤدوا الواجب تاعنا مثلنا مثل المواطنين اللي موجودين في الجزائر. ننصح لجان ان شاء الله باش يجوا يؤدوا الواجب الانتخابي تاعهم، لانه احنا نفس الشيء مثل اللي موجودين في الجزائر موجودين في الخارج، كلنا نمثل البلد ان شاء الله. جينا اليوم نقوم بالواجب الوطني تاعنا الانتخابات الجانب الوطني، الواجب الوطني تاعنا هنا الظروف كامله مهيئه، اختيار رئيس جمهوريه اللي يخدمنا البلاد ان شاء الله واملنا كبير. هذا حق وواجب وطني يعني على كل واحد، والحمد لله الجاليه واعيه خاصه الكوادر الوطنيه اللي هي من واجبها انها تدعم الجزائر كشعب ودوله وتختار الاختيار الصحيح للمستقبل. We'll be right back.
إلى أخبارنا الدولية الآن، حيث دعت الجزائر لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة آخر التطورات بالضفة الغربية وقطاع غزة في ظل تصعيد قوات الاحتلال الصهيوني من عملياتها بالضفة الغربية واستمرار الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بقطاع غزة. ومن المتوقع برمجة هذا الاجتماع قبل نهاية الأسبوع. وفي مستجدات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، يتمادى الاحتلال الصهيوني في عدوانه الوحشي على قطاع غزة مرتكبا مجازر جديدة في حق الأبرياء، حيث استشهد 16 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف مكثف على حي الزيتون، كما قصف الاحتلال سوقا شعبية في محيط مدرسة تؤوي نازحين بمخيم جبليا. إلى ذلك تواصل قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها الهمجي على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة لليوم السابع على التوالي، مما أسفر عن استشهاد 18 فلسطينيا وإصابة العشرات، ناهيك عن تدمير واسع لممتلكات الفلسطينيين والبنية التحتية. ونختم نشرتنا بأخبار الرياضة. وتحسبا للمباراة التصفوية من الجولة الأولى المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025، أجرى أمس المنتخب الوطني لكرة القدم حصة تدريبية بمركز سيدي موسى استعدادا للخرجة الأولى ضد منتخب غينيا الاستوائية يوم الخميس الخامس من الشهر الجاري بملعب ميلود هدفي بولاية وهران، والخرجة الثانية ضد منتخب ليبيريا في العاشر من الشهر ذاته بمونروفيا لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الخامسة من التصفية المؤهلة إلى الموعد القاري. هذا وأكد اللاعبون في المنطقة المختلطة مع الصحافة الوطنية بالمركز الوطني التقني بسيدي موسى جاهزيتهم وعزمهم على تحقيق الفوز وتسجيل انطلاقة موفقة في التصفية. C'est vrai que j'avais décidé en mars dernier de prendre ma retraite internationale. صحيح أنني قررت الاعتزال اللعبة دوليا. سبق أن تحدثت مع عبد الماضي في الموضوع بعد أن قضيت 7 سنوات مع المنتخب الوطني. لكن صراحة بعد أشهر من الاعتزال اشتقت كثيرا لأجواء المنتخب. واليوم المدرب جيتكوفيتش استدعاني ولبيت الدعوة على أمل منح الخبرة للخضر، وأنا فخور بذلك. J'ai continué à travailler dans mon club, le FC Metz. تحضيرات بكل جدية، يعني باينة عندنا بيان سور عندنا لي دو ماتش هذوما رايحين يكونوا واعرين، وإن شاء الله نديروا فيهم نتيجة إيجابية. الجوار يعني دائما الأداء تاعو في التيران هو اللي يحكم عليه، سي نورمال. أبري سن حاجة واحدة أخرى، مي بون أنا كيما قلت لك استقبلتها بفرحة و حاجة اللي كنت نتمناها بزاف. الحمد لله الشيء اللي جاي راح يكون أصعب بيان سور، إن شاء الله لازم نكونوا في المستوى إن شاء الله باش نفرحوا الشعب إن شاء الله. إنه أول استدعاء لي، الحمد لله أنا جد سعيد، لقد كان حلما وتحقق. لقد اجتزت المرحلة الأولى بعدما تلقيت الدعوة، الآن لقد بدأت مرحلة الجد وأنا مطالب بتقديم كل ما أمتلك خدمة للمنتخب الوطني. بهذا نأتي إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.